نسيم بن خديجة، اعتماد دفاع متقدم على مستوى التسعة امتار من جانب نادي كرة اليد بجمال بن خديجة ولا حارس. رغم تصدي الحارس محمد علي منصور لانه لاعب نادي كرة اليد بقصور سيف كان التقط الكرة داخل ميص الواد. البحث دائما على لعب الدائرة، يحضر الكرة للظهير، التصويب والتصدي، التصدي الثاني لحارس نادي كرة اليد بقصور السيف. تعود الهجمة لنادي كرة اليد بقصور السيف بعد ما أربعة مقابل واحد مع ثلاثة لنادي كرة اليد بقصور السيف. التسعة أمتار تسجيل المرة هذه لاعب شهاب برحومة. تعود الكرة قيس اللواد، قيس اللواد والتسعة أمتار، تسعة أمتار. تعود الكرة حمزة الزواوي هو الحارس. تعود الكرة أخذها لاعب المقنين قبل ما تتجاوز الخط النهائي للميدان. تعود الكرة قيس اللواد على العارضة، الكرة الخطأ. وجدي حمودة، وجدي حمودة هو خطأ ضد لاعب الديرة. تصعيد الهجمة بسرعة، مريد حمامة سبعة أمتار، سبعة أمتار استبعاد بدقيقتين، استبعاد لعمر العيادي. عودة كانت دفاعية متأخرة. تعود الكرة لسبورتينغ المكنين إبراهيم يعقوب. قيس الواد يلزم التصويب والحارس محمد علي منصور في المكان المناسب يتصدى الكرة قيس اللواد. تعود الهجمة لنادي كرة لسبورتينغ المقنين، التصويب والحارس محمد علي منصور في المكان المناسب يتصدى للكرة. الحكم يرفع يده يعلم باللعب السلبي. تعود الكرة ابراهيم يعقوب، تمشي كرة لعب الديرة والحارس، ايقاف التوقيت، استبعاد، استبعاد لاشرف الحاج السالم، استبعاد بدقيقتين. التصويب، تعود الكرة ضياء التركي والحارس يتصدى مع علي منصور. تصعيد الهجمة ابراهيم وجه لوجه مع الحارس ويسجل النقطة رقم. تعود الكرة غسان سويد، قيس اللواد، قيس اللواد يلعب الكرة ضياء التركي، يمرر الكرة قيس اللواد والحارس محمد علي منصور يتصدى. الكلمة الأخيرة للحارس محمد علي منصور لحد الآن رجل المباراة. تعود الهجمة قيس اللواد، قيس اللواد يلعب الكرة مع لاعب الدائرة ما توصلش الكرة، عكس الهجمة إبراهيم وجه لوجه مع الحارس ويسجل، يسجل النقطة رقم. تعود الكرة قيس اللواد، البحث عن تصويب والحارس. تعود الكرة توفيق بكار ويربح الكرة، يربح الكرة توفيق بكار. تسعة أمتار يحصل عليه المكنين. تعود الكرة للجناح ضياء التركي، يحاول المرور والحارس، الحارس يتصدى محمد علي منصور رجل المقابلة دون منازع. محمد علي منصور رقم 13، محمد الصخري يسجل النقطة رقم 20، 26 20. ألف مبروك لنادي كرة اليد بقصور السيف، حظ أوفر لسبورتينغ المقنين. نادي كرة اليد بقصور السيف يحقق الانتصار الأول في مرحلة التتويج، مرحلة تفادي النزول أمام